الاسم؟ معتز حسين شريده. من وين؟ من دير الزور. قديش صار لك بين دور الفرق؟ شي سنة. كيف انضميت؟ انضميت يعني قالوا لنا احنا كان مقاتل ومقاتل الدواعش ونرجع على الدير وكذا وهاي. فبعد ما انضميت وهاي وشي ما شفت شيء من الحق لنا يعني صراحة. فكلها هي اهداف تركية بحتة. يعني تهدف مصالح وما لهم شيء بمصالح الشعب السوري. وانما تزرع فتنة. احنا والاكراد صار لنا عمر سوا. يعني عم بروح اجي انا هسه اليوم بيناتكم ما شفت ايش. اما تركيا يعني خدعت العالم كله وخدعت الشباب وغرتهم، وبنفس الوقت لمت العالم بالمصاري وغرتهم في فلتان امني واخلاقي وهاي مناطق درع الفرات. كيف الفلتان؟ مثل شو مثلا؟ يعني فجاه يصير اطلاق نار بكل مكان، قتلى مدنيه، قتلى تشليح حواجز، فهذا الشيء معروف لكل العالم. يعني تمر انت بدك تمر من عزاز توصل جرابلس تمر ب 100 حاجز، كل حاجز ما يعترف بالثاني، كل واحد بده يشيل له، كل واحد يجرك على جنب، بدك تدفع مصاري. فمعروفه الامور هاي كلها معروفه، يعني ما في شيء مخبى. فاغلبها لما مجموعات سيئه ووسخه، ما في انضباط، ما في اي شيء. انه احنا اليوم ما لنا مصلحه بعفرين، اهل عفرين منطقتهم، احنا ما لنا شيء عندهم. يعني احنا شو هدفنا اليوم نروح نقاتل لنا بعفرين او شيء؟ مثل ما قلت لك، وما حبينا نصير يعني نظل يعني يحركونا مثل الشطرنج، وين تعا روح تعا جيب، ونموت على حساب مصالحهم. شو موقف قادات الفصائل اللي هنيك مثلا درع الفرات احرار الشام من هذا الشيء؟ والله ما القادات كلها عم تشجع وتحرض، طبعا هم كلهم اجنده يعني سلطه وجاه وشيء، يجي على المجموعات يدفعهم يقول لهم كذا، جيش حر مناطق احنا كل شيء، يغرونهم. هو ما راح يفوت على المعركه ولا يقاتل، يفشون بهالمجموعات وبهالشباب. برايك في قتلى كثير لهذول العناصر بعفرين؟ في قتلى، شيء معروف هذا. خصوصا انه ما في انضباط، ما في هاي، فهم عصابات بالاحرى يعني. ليش تركيا وقاده هالمجموعات يخفوا عدد القتلى والاسماء عن الاهالي؟ مشان ما تصير عليهم ضجه من الداخل، تمام، العالم تتفتح، يعني الاهالي تتفتح يسحبوا ابنائهم او شيء. من هالامور هاي فقط. شو رسالتك لاهالي باقي العناصر الموجوده ضمن درع الفرات؟ والله انا انصحهم ما يشاركون بالمعركه، لانها معركه تركيه، يعني هي يعني ما تخدمنا ولا تفيدنا، واحنا شعب سوري. وانصحهم انه يجوا يرجعوا لاهاليهم، يرجعوا لرشدهم. ما نظل احنا اي شخص اي شيء من برا يحركنا شيء. واحنا جينا اللي جاي وشفنا المعامله وشفنا الهاي، ما في يعني.